اش باش نعمل انا توا؟ اشكون باش نسال؟ وحتى بدر مسافر. يا هاشم يا هاشم، وقت اللي محمد أغا وصاحبه خرجوا من قصرنا مشوا للمطيس، اش كان عندهم؟ عندهم شيشه عجبتني. واش عليا في الشيشه وانت عقلك راشي؟ عندهم ملابس وريت مخله الظهر فيها ثقيله. اش فيها؟ مستحفظين عليها، واحد يخرج والاخر يحس. قلت فيها بارود. يعطيك جسدك يهزوا البارود ويخلوا السلاح؟ انت وين عقلك؟ يمكن فيها شيشة أخرى. يمكن فيها شيشة أخرى. الرأس اليابس والفعل الدوني. يظهر لي عرفت وين خلوا فلوسهم. سيدي المشايخ حضر رحب بيهم ودخلهم للقصر، وانت قولي لأمك تحضر لي ملابسي. رجعوا العسل للماتيس وتهذبوا، كل واحد عنده حرمة. يلا. حاضر سيدي. جلول، يا جلول يجي نهار وتعوض خوك بدر كما يعوضني ولدي هاشم. بعد أمر طويلة سيدي. لكن بدر خوك ثيقة الثيقات، نتعلم منك ومنها سيدي. شيخو يستنوا سيدي الكاهن. أعطيهم التاي لين نكمل شغلي. أنا يا جلول حبيت نسألك على هاشم، إذا كان يحب ربيعها بالصدق ولا بشمتها؟ يحبها من قلبه ربه سيدي. وأنت؟ أنا قلبي فاضي سيدي، بنت الحلال تجي. جلول، ثماش اتصال بين هاشم ومبروك؟ أن هي سيدي على حد علمي ما نعرف شيء، وزيد أنا مانيش ملازم هاشم ليل مع نهار، وهاشم ما نظن يعمل عملة بطالة كيف هذه. صدقني يا جلول، أني نحب نعرف. أنا سيدي سمعت بعض الكلام وكيف سألت هاشم انكر، لكن أنا بحضوري ما ريت شيء، وأنت سيدي حاكم ومتسل. بدر خوك ثيقة الثيقات، يا حسرة على الرجال، الباهي في الناس قليل. اخرج علي. عبد الدايم عارض في طلقان ابراهيم يا عمي. عبد الدايم خبيث وعلاقته باهيه بطريف، يعرفني ما نهجمش عليهم ما دام صاحبي في الحبس. بالعكس، حق نخلص ابراهيم بالقوه. القوه مش مضمونه، يمكن يموت لهم واحد وقتها يقتلوا صاحبنا. الحبس طار، ابراهيم تعذب. الحبس للرجال، ابراهيم حضيه الشامخه، وشامخه هي مفتاحنا، لازم نراعوا ظروفها. ياه، توعد وتكذب. درويشه وخوافه، إذا ما شجعهاش حد ويكون ملازمها ما تعمل شيء. لكن المرة هذه نخلي فيها علامة باش تعرف قيمة مبروك. سامحوني، لمشيخ الكثرت. معذور، لا لوم عليك، شرفتنا. الله ينورك ويفوح ريحتك. نتأسف على غياب الشيخ أحمد رفيقي وصاحبي. هنيك يا شيخ عبد الدايم، الشيخ القديم راضي عليك ولي نحبك. الله يعطيك الفضل ويدوم هناك ويقطع دابر الحاسدين. تكفيني ثيقتك الغالية فيا. نهنوك على بعض الخاينين لسيدنا، الناس الكل يشكروا فيك. واش تب الخاين بالله اش ناقصهم؟ لكن الشبع وقلة الخير والحسد
ربي خلق العباد زي ما الشهي وراد، الواحد ما ياكل الا قسمه. الله يحييك ويعليك ولا تحرمنا منك. وبحضوركم اني نقطع كلام الناس، ما بيني وما بين الشيخ احمد اي خلاف، اكذاب. الناس تأول في الحديث، الشيخ احمد صاحبي عاوني واني عاونته وترافقنا على مصلحة العباد والبلاد. ربي يشفيه، ربي يشفيه ويرجع لمكانه. ما يعترف بالفضل كان صاحب الفضل. الأشاعة اللي تحكي على الرسالة والشكاية ما ثمش منها. لا قدر الله لو أصحابي يشكوا بيا أني نستعفى، والواه هما يشكوا واني ما عملت كان الواجب. الله لا تحرمنا منك، البلاد عامرة بيك. ثقتي فيكم وثقتكم فيا، واني ما نحكم كان بيكم وما تلقوا كان الرجال. اللي عنده مشكل سواء في الليل ولا في النهار يقصد داري، واني نقوم من النوم ونمشي معاه ولو على قطسان رقبتي. بعيد الشر عليك. بعيد الشر عليك. نشكروك يا سيدي. الحاكم بوكم وبو عيالكم وصغاركم، أرضنا تكبر وخيرنا يزيد. يفوح وانت عليهم وردة. صحة للزيتون خذاك مني. هالزيتون الكل زرع جدي وجداي وكمل عليهم باباي، واحنا يا شاكر وين زيتوننا؟ نغرسوه يحظوها اولادنا، واني وانت كيف نولوا شايب وعزوزة نعاونوهم ونحكو لهم على اللي فات. كبرت نفيسة يا شاكر، شرينا منها هالدنيا. رينا بعضنا ربيحة وشاكر. الوجه في الوجه، العين في العين، القلب على القلب، جنبي في جنبك، نكبروا في بلادنا في عز اهلنا. عرسنا طول يا شاكر، طول برشا. لو كان بيدي رانا عرسنا امس اليوم قبل غدوه. حتى باباي ما عاد لي صنعة. هذا اللي فرح. احنا شنو طالبين؟ ننسونا وينسوهم، نعيشوا كيف الناس، نغرسوا الشجر نكبروه، نولدوا الذرية نكبروهم أجيال بعد أجيال. خسرنا المشيخة، بيتنا بيتعز. رباحة، خسرنا الشيخ لكن ربحنا عمي. باباي. هم جايين. شو فيهم؟ آمنين فرحانين. عم الشيخ كان ما يلقاش الوقت حتى الكلام مع مركب. شوفيه تبارك الله عليه، يمشي كينا في العشرين. اليوم رباح نجم تحت الزيتونات نتغدوا ونتكلموا نضحكوا ونكملوا حديثنا، والحاجه تصهد تصهد والضحك رباح الضحك. يومك هاو. اليوم وكل يوم.